مشاهدينا مرحبا بكم. كما هو شأن كل وسائل التكنولوجيا الحديثة، للإنترنت إيجابيات وسلبيات كثيرة، ومن سلبياته أن بعض الشابات المغربيات أساءوا استعماله، لدرجة أن ما تنشره وسائل الإعلام لا تخلو من أخبار تشهير شابات اخترن عن طواعية ممارسة الجنس على الإنترنت دون مراعاة الأخطار التي تنجم عنها، مما يستدعي طرح سؤال اليوم: واش المغاربة تراقبوا أشنو تيشوفوا ولادهم على مواقع الإنترنت؟ نشوفوا الآراء ونرجعوا لكم. لا بروستيتيوسيون الكترونيك هو نورمالمون لانفورماتيك او الا قلنا العالم الالكتروني راه دار الحوايج اخرين ابار سميتو، وما غنحدوش بها يعني الدراري الصغار اللي والديهم خصهم يردوا معاهم البال، دابا كيتعاطوا لها حتى الكبار. تربيه دينيه اسلاميه حكيمه يغزوها الحوار والتحاور مع الابن مع الزوجه ومع الولد هي الكفيلة الوحيدة لحماية الابن من الأضرار أو من سلبيات الدعارة الإلكترونية. الجانب الديني اللي ما خصش الإنسان ينساه، لأنه الجانب الديني هو اللي كيتركز عليه ثقافة الإنسان الشخصية ملي كيكبر على شنو خدا في الدين. كتلقيت بنات كبار يعني واعيات زعما قاريات وداك الشيء كيحطوا حتى هما لي فوتو ديالهم عريانات وداك الشيء، وانا كنشوف زعما خص مراقبه وخص تربيه حتى الدين، حنا كنمشيو نبعدوا على الدين. يعني انسان كيقول لك كيشاطي كيدير هذا الانسان ما خصوش يوصل قاعد للمصا ديال انه يشاطي وهذا كثير مسؤولين لانه مفشين الاولاد ديالهم، الولد تيخو ما متبعوش متبعوه ب 50-30% خصو يتبعوه ب 70-80% باش يطلع في شي حسنه. كنظن بان الوالدين خصهم يكون عندهم دور في هذه الناحيه هذه على الاقل واحد 50%، ما يمشيوش بعيد بزاف، لان دابا انا كنشوف الدريات تعطوا الكارو تعطوا كاين اللي كيتعطوا كاع حتى للدعاره. السبب هو الوالدين، يعني الوالدين هما اللي خصهم يعرفوا فين، لا بد الوالدين هما الراس الاساسي، كيف ما شافوا والديهم خصهم يتبعوهم، شافوهم كيفاش غاديين غادي يتبعوهم، شافوهم من الاول هذه القوه غادي غيمشيو هكاك، يعني السبب الرئيسي هما الوالدين. المشكل هو ديال التربيه، كنظن الوالدين خصهم يردوا البال لبناتهم واولادهم، يلفو كو لي بارون ياك سوفغارد لوغ زونفون وما تيقوش في لي ريزو سوسيو بزاف باسكو كيميلهم لواحد لاغيف كي ني با فريمون كي ني با فريمون جوست. يحاولوا بعدا يديوها في ولادهم شويه حيت راه سوء التربيه ولا سوء الاهتمام بالدراري الصغار في حد ذاته في سن المراهقه هذا راه صعيب شويه على الدراري. هكذا مشاهدينا كيتضح ان مراقبه الاطفال وخاصه القصيرين منهم واجب الاسره سواء الامهات او الاباء، لان بالمراقبه والتوجيه يمكننا نتفاداو مشاكل تقدر تكون تبعاتها كبيره على الاسره المغربيه. وصلنا لنهايه حلقه اليوم، نضربوا لكم موعد جديد في حلقه جديده، تبقوا على خير.